طارق اش وقع؟ وقعت فرقيع ديال الضحك السعيدية مناسبة المهرجان ديال الضحك مانداغي ضحك راك السعيدية. تحية أولا السلام عليكم وتحية للجمهور قهوة حليب. كنبغي نقول لكم عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله وطول العمر باش ما تمنيتو. والحمد لله اليوم داز مهرجان زوين، سبيكتاكل داز زوين، الكالا اللي كان فيها حنا تونيق وحليب مسلم حسن ومحسن الزبايل الزموري كانت نايضة كانوا الدراري كل شيء. مهم كان شي حاجة جاوبت عليه بزاف المرات ونعاود نجاوب عليه. اللقب ديال القهوة حليب اكتشفوا بادر ديك الساعة باقي كنقراو في الإعدادي السنة الثالثة، قال لي نديرو قهوة حليب. حنا ديجا كنا خدامينها بسميات ديولنا، ولكن من بعد قال لي نديرو قهوة حليب قبل ستاند اب باقي ديك الساعة كتاكيد فراكيس. كيفاش تلاقيتو؟ كنا غاديين وتلاقينا كيفاش تلاقينا؟ اصلا حنا كنا كنقراو مع بعضياتنا، واصلا حنا ولاد حومه واحده، يعني ولاد حي واحد، ولاد حومه واحده. كنا كنقراو مع بعضياتنا، جمعتنا دار الشباب، جمعنا الفن، جمعتنا الاخوه. ما جمعتناش فلوس ولا جمعنا الفن، جمعتنا الاخوه. باقي غنجمعوا بشي نص ان شاء الله. جمعنا القلب ابيض. تجربه ديال ستاند اب قالت لك هاك، عطاتنا الجمهور قالت لنا سيروا الله يسهل عليكم خدموا. الحمد لله. بعض المرات كنقولوا الحظ كيلعب دور ديالو. الانسان ملي كيكون محظوظ شويه هو ماشي ما عندهمش، ولا غنقولوا شي ناس دابا الدومين هكا داير، كتبان واحد فواحد المنبر معين، كتبان فواحد القناه صافي، بينت ديك الجمهور كيبقى اللي عليك، كيبقى عليك اللي انت تخدم وتقلب، تخدم وتقلب وتبحث وراك غتوصل. فهمتي؟ يعني انسان قلب راه توصل. ديجا كنا مع الجروب ديال البومبا كوميك اللي كنقدم لهم تحيه من هذا المنبر، لا على راسهم انور الخليل، خويا رضوان، سكيزوفرين، دراني ملك اسماعيل، انس المشاتي، ياسين كريم، الله يجيب لي الشفاء ان شاء الله خويا ياسين. شوف جروب زوين، المراجي تا هما تبارك الله عليهم الله يسهل عليهم. نعاود نجاوبك هنا جروب ماشي ما كاينش شي حاجه بشي حاجه اللي ما بقيناش على ودها. كانوا الدراري خدامين، كانوا حنا عندنا التزامات وحدين اخرين صافي خدمنا خرجنا، لان مني خرجنا من البومبا كوميك غبرنا واحد الفتره تقريبا ديال 4 شهور مع 3، لان كانوا عندنا شي التزامات كنا كنصوروا شي حاجه وداكشي. ومن بعد بدينا ثاني كملنا ثاني بوحدنا، ولكن الحمد لله باقيين خوت كاملين كما كتشوف. رضوان باقيين خوت مع الدراري كاملين صحابنا داكشي كلشي زوين داكشي كنا كنشوفوها في الراب. الرواب كيتكلاشاو دابا ولاو الفنانات كيتكلاشاو. واقع والله عندهم قصة الناس ونفكوا لهم المشكل اللي بيناتهم. شوف داك الشيء ضروري منه كيبقى في الفن ضروري. كتجيني الضحكة ملي كنقول دوي قول واش عايز شكرهم. لا بالنسبة كانوا نوصل واحد الميساج. بالنسبة احنا أول حاجة قبل ما تكون فنان خاصك تكون إنسان، هذه أول حاجة. ما كاين كاع علاش نبينوا ديك السمعة ديالنا. لا والله ما كاين كاع هضروا معقول شوية. الصراعات اللي كاينه دابا حاليا والله ما فيها شي نتيجه، نهضروا صريحين. هذا مخاصم مع هذا، هذا مخاصم مع هذا، هذا نقدروا نتخاصم نديروا في الفن. مثلا انت كتغني وانا كنغني، نتعاندوا مع بعضياتنا، ماشي نحسدوا بعضياتنا، نتعاندوا مع بعضياتنا. انت انيماتور، هذا انيماتور، نتعاندوا مع بعضياتنا. اما باش نبدا نعير لهذا والديه، نعير هذا، نسب هذا، ندير هذا، علاش هذا الشيء كامل؟ على قبل انك باش تقلب على البوز البوز عطا الله دير البوز. البوز اللي بغيت ديرو خاصك ديرو بشي حاجه نقيه، خدم وغدير البوز صافي. وكنقول لهم الله يهديكم والله يسهل عليكم وان شاء الله نشوفوكم في شي عمل مجموعين كاملين. لا غادي الفن غادي، المهم غادي، ماشي بالضروري يكون عاد غيوصل شي بلاصه، المهم راه غادي الفن. هو غادي وحنا غادي وانتم غادي. فين هو غادي؟ فين هو غادي؟ فين هو غادي؟ لا كنتبان لسينا انا ماشي العادي الميلود، انا كنتبان صاري كول انا دابا عادي الميلودي، عادي الميلود عادي الميلودي الوليد ديالي. تحيه لعادي الميلودي من هذا المنبر الله يسهل عليه والله يعاونه والله يسهل على كل شيء، وكنتمنوا المشاكل اللي عنده تحل في اقرب وقت والله يعاونه. باش كنقول لي كنشبه لعادي الميلودي؟ راه مجتاحين كون شبه لعادي الميلودي. شوف فيها دخلني الشك. كنشبه لسعد النصيري. تحيه للفنان سعد النصيري. انا لاف يو. كنموتوا عليكم احسن جمهور. شكرا لكم بارك الله عليكم وبلا بكم حنا ما كاينينش. وتحيه الاشواق عزيمه مسانده الفنانين ومسانده. شوف
في ما كان شي حاجه تلقاها في اشواقها وديما اعطيه العصير.